بعد زواج سعد المجرد بزوجته غيتا العلاكي، الكل يبحث عن أصل وفصل غيتا العلاكي، هويتها، مهنتها. تابعوا التفاصيل. تنحدر غيتا العلاكي زوجة النجم المغربي سعد المجرد، ووفقا لوسائل إعلامية مغربية والتي أعلن عن ارتباطهما من إحدى العائلات العريقة في مدينة مراكش، كانت تربطها علاقة قديمة بالمغني الشاب سعد المجرد رغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي لهذه العلاقة والتقارب. غيتا العلاكي هي سيدة أعمال مراكشية تقيم في كندا وتملك فنادق في حي جيليز الراقي بمراكش. كانت هي أيضا أول ملتحقين بسعد المجرد في فرنسا لمساندته بعد تهمة الاغتصاب الثانية. وداع اسم غيتا العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد المجرد معها في أكثر من صورة تضاربت آنذاك الأقاويل حول علاقة الثنائي. انتشرت أنباء تفيد بارتباطهما، لكن سعد المجرد نفى ذلك وأكد أن غيتا صديقة مقربة ويعتبرها فردا من العائلة. وفي شهر أغسطس 2018 عاد اسم غيتا العلاكي ليثير الجدل من جديد، بعدما كانت أول شخص يتصل به سعد المجرد بعد إيقافه في مطار فرنسا، وهذا ما زاد من التكهنات حول علاقتهما. وقد تساءل الكثير عن عمر زوجته غيتا العلاكي، حيث أنها من مواليد 1990 ميلادية، أي أن عمرها 33 عاما، بينما يبلغ سعد المجرد من العمر 37 عاما.